أكد الرئيس السيسي أن هناك اتفاقا مصريا فرنسيا على عدم الاجتياح الإسرائيلي البري للقطاع. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن اجتياح القوات الإسرائيلية البري للقطاع سيكون له عدد كبير من الضحايا المدنيين. الهدف بتاع الحرب المعلن أنه هو يعني تصفيد حماس والجماعات والفصائل المسلحة اللي موجودة في القطاع، وده هدف أنا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة، هذا الأمر بيتطلب سنوات طويلة جدا. ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية إن احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده أمر في منتهى الأهمية أنا بسجله هنا، لأن الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني مش تحديات، لا يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين. ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان، نصفهم تقريبا من الاطفال، نصفهم تقريبا من الاطفال. ويجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمه وعدم وضع سلامه المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع.